السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. هنبدأ النهاردة إن شاء الله في الأسئلة بتاعت فيديو رقم 21، فيديو الإجابة رقم 21. أول سؤال، عاوز أشتري خرفان رضع عمر أسبوع مثلا وأرضعهم لبن بقري من عندي، بدل ما أبيع كيلو لبن بخمسة جنيه عاوز أشتري 100 خروف وأرضعهم وأبيع مفطوم، هل ده مربح عن بيع اللبن بالسعر ده؟ وجزاك الله خير. والله يا أخ محمد، أول نقطة، عمر أسبوع ده مش هتلاقيه متوفر في الأسواق بكميات كبيرة، مش هتلاقيه متوفر، يعني ممكن تلاقي في السوق كله حتة اتنين تلاتة، مش ايه يعني، بتبقى واحد معانا عجة ولدت ولدت والأم ماتت، فبيروح ياخد ابنها يبيعه، اي حد معاه معزه معاه نعجه يرضعه باللبن بقري، يرضعه زي ما رضعه، يبيعه في السوق زي ما يجيب. بتبقى الحالات زي كده، تبقى حالات نادره، دي رقم واحد، ما يعتمدش عليها كمشروع، لان ما فيش حد هيستنى حمل 3 شهور 5 شهور فتره حمل بيرعى بيه، خلينا ما بياكلش عرف، بيرعى 5 شهور بالنعجه عشان تولد، وبمجرد ما تولد عمر اسبوع ولا اسبوعين ويروح يبيعه. هيبيعه بكام يعني؟ في ظل الغلا اللي احنا فيه ده، لو ذكر برق كويس عمر اسبوعين مش هيجيب 400 جنيه، مش هيجيب 400 جنيه، مش هيجيب 400 جنيه ده لو ذكر مظبوط كويس عمر اسبوع 10 ايام اسبوعين، مش هيجيب الكلام ده، ومش هيلاقي اي حد يشتري منه كمان. فكده بيرمي فيما انه هو لو رعى بيها كمان شهر او شهرين بالكتير، رعى كمان شهرين بس، ابنها هيبيع بألف ونص، مستريح مستريح، هو حاط رجل على رجل بألف ونص، بألف وستمائة، بألف وسبعمية، على حسب سقو الام ولبنها كويس ولا لا. يعني ما حدش هيرمي حصاد زرع 5 شهور راعي في الاخير يرميه عمر اسبوع، دي رقم واحد. رقم اتنين، ولنفرض ان توفر عدد، اول حاجة عشان تجيبه اللي هو رضيع لازم ما يقلش عن اسبوعين، يعني على الاقل يكون رضع السرسوب بالكامل، هو طبعا 3 4 ايام المفروض رضع السرسوب، بس احنا بنقول زياده امان، يعني بيكون شد حيله شويه ورا امه. دي النقطه برده تاخد بالك منها لو حبيت تشتري، ما تاخدوش لسه مولود وامه ماتت، ده اعرف ان ما رضعش السرسوب مش هيجي منه، هيطلع مناعته ضعيفه ونموه ضعيف، ولكن المهم يكون رضع لبن السرسوب. النقطة التالتة والأهم طبعاً اللي أنت مش واخد بالك منها، الأغنام في العمر ده حساسة جداً جداً جداً، بمعنى حساسة جداً لو أنت زودت كمية اللبن في الرضاعة، بيجيله إسهال، الخروف بيرجع معاك أسبوع ورا، لو جاله إسهال مفيش أي زيادة، بل بالعكس في جفاف وفي نقصان في الوزن وفي ضعف وهزال، دي رقم واحد، يوم واحد إسهال بيرجعك يومين ثلاثة ورا. رقم اتنين، حساس لو جاله شوية برد لسه ضعيف، شوية برد تجيبه له شوية اسهالات، تجيب له التهاب رئوي بيموت بسهولة. اي حساس لاي ميكروب من الببرونة مثلا انت بترضعه منها مش متعقمة ما الى غير ذلك، اي ميكروب يعني يدخل له بيعمل له مشاكل كتيرة، فبيبقى الخروف حساس. بمعنى عاوز شغل بميزان حساس، الصغير ده عاوز شغل بميزان حساس. اما من ناحيه هو مجدي ولا لا، بالنسبه للبن البقري اللي انا حسيته من رضاعتي، كنت عامل عنتر لما امه ماتت وجبت له لبن بقري، الخروف كان بيرضع وكان عمره حوالي اسبوع 10 ايام، كنت برضع لبن بقري كان بيوصل لكيلو لبن بقري في اليوم، وما كنت شايف عليه معدل التحويل اللي هو كيلو لبن بقري بخير وكامل الدسم، يعني بيصرف 5 جنيه يوميا، فيما انه لو كانت امه معاه طبعا في فتره الرضاعه، ما بنتكلمش على طول الفتره، ما هي في فتره حمل 5 شهور، في فتره الرضاعه يعني انت لو جبت معزه مش هتصرف ال 5 جنيه في اليوم، يوم ما هتاكلها وتشبعها هتصرف لها حوالي 3 جنيه، معزه طبعا معز البلد اللي فيها لبن، يعني يكون فيها نص كيلو لبن ولا حاجه ولا كيلو لربع، دي ان شاء الله مش هتاكل معاك، يعني رعيتها كده بره في الخضره هتاكل وهتجيب لبن ما شاء الله عليها، هتلعب بلاش شويه برسيم هتظبط معاك. في الحاله دي هتلاقيها موفره عن لو انك رضعت لبن بقري، يعني في حاله كده الخمسه جنيه، انا بحس ان الخمسه جنيه احسن من تربيته، يعني كيلو لبن بخمسه جنيه احسن من انك ترضعه للخروف.
ده اللي انا لاحظته، ولكن للاسف التجربه ما تمتش ياما، لان انا الخروف ما عادش اسبوعين وبعته زي اللي كانوا متابعين الفيديو بتاعه، بس يعني ما قدرتش اعمل عليه الدراسه كامله يعني، لان هو ده في بدايتها ورضع كيلو. اما العمر شهر، لما يكمل عمر شهر ونص ولا شهرين هيخش ان شاء الله في الاتنين كيلو، ده اقل واجب لو انت عاوز تطلع خروف مظبوط، ولا كيلو ونص اقل واجب. فطبعا لقيت انه هبيسحب لبن ياما، وللاسف ما كانش ظاهر عليه التحويل قوي. المهم انا والله ما انصحش بالطريقه، الطريقه دي عاوزه خبره وعاوزه، غير ان الغنم مش هتتوفر كتير، اللي انت النوع اللي انت طالبه ده مش متوفر تجاري، ما حد مش هتروح مزرعه ولا غنام عنده 300 400 نعجه واول ما يبشره وعمره اسبوعين هيقول لك هبيع، لا مش هتلاقي الكلام ده خالص. فانا ما انصحش بيها يعني يا اخ محمد، مش مجزيه، تعبها ياما. الخروف اللي هو رضع شهر ونص او 40 يوم من امه ده ممكن يتفطم بدري، ممكن تفطمه بدري تاخده بدري من امه، بيحتاج شغل ورعايه جامده بالذات في العلف بدون رضاعه. علف بيحتاج شغل جامد في العلف، في ناس بتبيع عمره 40 يوم 50 يوم في الحدود دي كده، بيتباع عمر 60 يوم ممكن يبيعه من ورا امه، اه هيجيب له في المتوسط لو هو مظبوط يجيب له في حدود 1000 جنيه مقبوله، 800 جنيه 900 جنيه كحد ادنى. فالخروف بيتاخد كده في السعر ده ممكن رعايه كويسه وعلفه كويسه يتظبط معاك احسن من الرضاعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، هنتابع لكن انا زعلان لانك بعت الاخ اهو بيسال على عنتر، اه لسه كنا بنتكلم عنه. والله معلش يا جماعه، زي ما انتم عارفين قلت لكم انا تاجر اكتر من اني مربي، فهي الشروه كانت وقفت على عنتر، زائد ان الراجل كان واخد كل الغنم اللي عندي وهيسيب عنتر لوحده، مش هيسكت، مش هينفع واحد خروف صغير يقعد لوحده في الزريبه، لازم معاه واحد تاني على الاقل. فلو والله لو كان في واحد متبقي معاه ما كنتش بعته، بس للاسف اللي جه شال كله واتبقى عنتر وهو ماسك فيه كمان، انا قلت له مش هبيعه وهو ماسك فيه، فلقيت نفسي هسيبه هيقعد يمقمق طول الليل ومش هيسكت، فقلت ماشي ربنا يبارك له فيه وخلاص. عايزين نشوف من الالف للياء كما بدات السلسله بتاعت الخرفان. والله حاضر يا جماعه، تيجي بس السلسله ان شاء الله، وحاول قدر المستطاع والله اخليها مخصوص للقناه فقط لا غير، مش هيتم فيها البيع نهائي ان شاء الله. عند المعز عندها برد جديد وكحة وهي عشر تقريبا خمس شهور، تقريبا خمس شهور وبتستنى بعد الولادة، ما تحقنش أي حاجة غير بعد الولادة. وزنها 23 كيلو ونص، دي شكلها معيز بلدي. وعينها بتدمع. لو الماعز أكلها حلو بتاكل وبتشرب حلو ونشاطها حلو خلاص، بس دفي المعيز لو الجو ساقع عشان شعرها بيقف من الساعة، المعيز بتسعى بسرعة، دفي في مكان دافي، ابعدهم عن طيارات الهواء بالليل الساعة بالليل، وان شاء الله بعد الولادة ممكن تحقن فلور فينيكول، او لو في كحة من غير بلغم من غير افرازات تحقن تيلوزين سنتر كل 10 كيلو، عضل التيلوزين والفلوريكول سنتر كل 10 كيلو تحت الجلد. واستحسن انت بتقول 10 5 شهور، ان شاء الله خلاص على الولادة استنى على بعد ما يولدوا طالما اكلتهم وصحتهم تمام. لو سمعت هندسه حقنة الايفوماك ترفع درجه حراره الغرفان ل 40 ونص 41، انا ما بعتمدش بدرجه الترمومتر 40 ونص، الترمومتر كتير خربانه، ولكن هي ممكن تسخن الغنم، ايوه ابره الايفوماك ممكن تسخن الغنم وتخفف الاكل بتاعهم، اكلتهم بتخف لمده يوم واحد فقط لا غير، مش على طول يعني، حقنت النهارده ممكن اخر النهار تبدا الاعراض لغايه تاني يوم الصبح، 24 ساعه من الابره، من وقت حقن الابره بس 24 ساعه فقط كعرض جانبي للحقن، اه ممكن تسخن ممكن تخلي الخروف اكلته تخف، ممكن يحصل له اسهال لكله لمده يوم واحد. انما الخروف طالما محافظ على نشاطه وكل حاجه تمام، ده ان شاء الله ما فيهوش اي مشكله باذن الله، بدون ما تدي له اي حاجه 24 ساعه بترجع الحراره طبيعيه، كل حاجه طبيعيه. السلام عليكم يا راجل محترم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الخروف بيلف لوحده، كويته بقى احسن ليه 20 يوم وحالتك كويسه بس خايف يا اخ وليد. تقريبا انت اللي كنت مكلمني على الماسنجر من شويه، كان في رساله دلوقتي على الماسنجر هنشوفها. اه انت اخ وليد، تمام ان شاء الله يكون وصلك الرد يا اخ وليد. فين احنا؟
ان شاء الله وصلك الرد يا اخ وليد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ارغب تغطيس الاغنام وعندي مكان معدل التغطيس، ولكن اجهل الماده المستخدمه بالماء لمكافحه التفاعلات الخارجيه، فما هي وما الوقت المناسب للتغطيس حيث انتظر خروج الشتاء؟ طبعا الوقت المناسب للتغطيس هو فعلا بعد خروج الشتاء في الجو الحر، يعني معاك على الاقل يعني يكون في شهر 3، على الاقل يكون في شهر 3 ده اقل حاجه يعني، ولو ان الشتاء برضك فيها شويه برد عندنا في اسكندريه، بس على حسب المنطقه بتاعتك، انا مش عارف منطقتك فين، ولكن يعني عاوز تخليها في الامان يبقى في شهر 4. طيب 4 و9 يعني يكون في شهر 4 وفي شهر 9، بحيث بدايه الصيف وبدايه وقبل ونهايه الصيف، بحيث انك تبقى داخل الشتاء الاغنام نظيفه خاليه من الحشرات، خاليه من البراغيث، خاليه من الجراد، خاليه من الجرب، داخل الشتاء نظيفه، طلعت من الشتاء فيها اي جرب في اي حاجه فيها براغيث بتغطس تاني بعد الشتاء لو في بدايه الصيف، وهكذا يعني تغطستين في السنه. الماده اللي بتضاف في ماده اسمها دلتا مسرين، دلتا مثرين، وفي حاجه اسمها بيو توكس. هي الدلتا مثرين تقريبا هي الماده الفعاله بتاعت البيوتوكس على ما اذكر يعني، بس عموما يعني هي بيوتوكس او دلتا مثرين واحد او مبيد حشري، عاوز دواء بتاع تغطيس بتاع الرش مبيد حشري، في منه آمن وفي منه غير آمن. الغير الآمن ده بيستخدم في المبيدات الحشرية، المبيدات الزراعية، في مواد غير آمنة بتستخدم في المبيدات الزراعية في الزراعة، مبيد حشري زراعي ده بتكون سميته عالية ومفعوله ممتاز، بس ممكن يموت الغنم معاه. فأنت بتاخد حاجة بيطري زي الدلتا مسرين أو البيوتوكس، ده آمن يعتبر بالجرعة المظبوطة بتاعته، لو زادت عن الجرعة طبعا بيتحول لسام، ولكن المبيد الزراعي مبيد الحشر الزراعي ممكن لو زودت الجرعة بالجرعة بتاعته المظبوطة ممكن يموت الغنم، فانت هتجيبه من البيطرية. اما لو بترش الحظيرة مفيش غنم، ممكن تجيب مبيد حشري زراعي وترش بيه بيقضي على جميع انواع الحشرات، مش حتى الفيران بيموتها، بس ما تكونش فيه غنم موجودة في المزرعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطبعا بالنسبة للتغطيس يفضل يكون بعد القص، مش بعد القص مباشرة، لان طبعا بينتج من القص جروح على الاقل اسبوعين بعد القص، بحيث الجروح تكون التئمت عشان الجروح ما تلتهبش من المادة الفعالة بتاعت المبيد الحشري، ما يحصلوش التهابات وهو بيتغطس في المية. فيعني الافضل يكون بعد القص، ويكون على الاقل بعد القص باسبوعين او 3 اسابيع، بحيث لو في اي جروح تكون خفت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ايه بديل لبن السرسوب في حالة عدم وجوده عند الام وما عنديش خزين سرسوب ولا حاجة تانية هتولد دلوقتي؟ للأسف انت المفروض يعني تكون مخزن لك شوية، لو عندك غنم بتولد يعني ما شاء الله معيز بتولد وضرتها كبيرة ما شاء الله، بيكون فيها فايض فوق لبن المولود، فممكن تحلب جنب وتسيب جنب او تخف الجنبين بحيث يبقى فيهم سرسوب متساوي، بحيث يعرف يرضع الجنبين المولود، وتخزنه حتى لو جمدته في الفريزر وساعة اللزوم بتطلعه وبتدفيه وممكن تخلطه على لبن وتشربه، ولكن ما اعرفش حاجة للأسف بديل لبن السرسوب. اذا كان ممكن تسأل دكاترة بيطرين فيه لبن، اذا كان بيعملوا لبن بودرة بديل السرسوب عليه الاضافات كاملة بتاعت السرسوب، يعني مش عارف والله للأسف ما عنديش علم، بس هو المفروض انت يكون عندك مخزون على الأقل تخزنه في الفريزر. لا واحدة معزة تولد وتموت وتسيب عيالها، معزة تولد وما تضرش لبن، فتعرف تدي سرسوب للمواليد التانية. هيتعلمك انك تخزن لبن سرسوب لو حصل عندك معزة ولدت وفيها لبن سرسوب بكمية كفاية فايض فوق حاجة ابنها. الذرة البيضاء افضل ام الذرة الصفراء؟ لان سمعت ان الذرة الصفراء بتعمل دهون. لا طبعا هي اسمها كلها ذرة، ذرة بيضاء وذرة صفراء الاثنين ذرة، الاثنين الطاقة بتاعتهم تعتبر زي بعضهم، ولكن الافضل هي الذرة الصفراء عالميا الافضل هي الذرة الصفراء، والا كانت الزراعة العالمية كلها اتوجهت للذرة البيضاء،
الافضل على مين؟ الذره الصفراء. على ما اذكر من ضمن مميزات الذره الصفراء عن الذره البيضاء محتواها عالي من فيتامين ألف. فيتامين ألف في الذره الصفراء اكتر من فيتامين ألف في الذره البيضاء، فالافضل الذره الصفراء. لو سمعت حضرتك عندي معده صغيره عمرها 4 شهور قطعت الاكل، شفت الحراره لقيتها كويسه والحمام بتاعها تمام ما عندهاش لكمه، ولكنها هزيله وتمشي ببطء ودايما تقف لوحدها بعيد عن الغنم، وجفن عينها يميل الى اللون الازرق، هل لها علاج من فضلك؟ لو جفن العين يميل الازرق دي معناها عندها فشيوله، اللي هو عندها ديدان كبديه. ديدان كبديه هتديها ابره فشيوليت او فشيولار، قول لها عاوز ابره للديدان، اي بيطريه قول لها عاوز ابره للديدان الكبديه، وتروح تدلها تحت الجلد، تقول لها على وزنها عشان الجرعه تتاخد بالميزان. والمفروض بعد 10-15 يوم وتهتم باكلها كويس، ولو في ابرتين مالتي فيتامين عشان تشد صحتها كويس ماشي. اما لو ما عجبش معاها نتيجه ممكن تكون ما عندهاش ديدان كبديه، بس انت ممكن شايف اللون مزرق شويه يعني وردي باهت يكون ضعف، ولكن اذا ما كانش عندها ديدان كبديه والحاله بالصفه دي 90% وما فيش التهاب رئوي، ما فيش لكمه، ما فيش اسهالات، ما فيش اي حاجه، دي 90% هتكون بلع حاجة واكلة كيس، اكلت حبل بلاستيك وسادد مصارينها، ده بتموت بالبطيء، بيجي لها ضعف وهزال وموت بالبطيء، كأن معمول لها عملية ربط معدة. لازم اضرتك انا عندي نعجة وزن 35 تقريبا، خدت حقنة غلط في رقبتها تسبب ذلك في شبه شلل في رجلها، رجلها اليمين ما بتقدرش تفردها، دايما متنية في المشي، ولكنها الحمد لله تاكل جيدا، هل يوجد علاج لما حدث لها؟ الله يا اخ علي، لو انت متاكد ان هي الابره يعني اخرك ممكن تدي ابره تانية مضاد التهابات زي الديكلوفين، وان كانت الابره مكانها كل ورم ورم ممكن تكون عندها حساسيه من الماده الفعاله، ممكن تدي ابره مضاد حساسيه، في مضاد حساسيه وفي مضاد التهاب، فانت ممكن تدي او ممكن ما تديش اي حاجه فقط لغير، هي بتروح مع الوقت ان شاء الله. الابره جت في العظم، الابره جت قريبه من عصب، فعلى ما الدواء الماده الفعاله بتاعت الدواء تتصرف من المكان والعصب يرجع لطبيعته بتاخد وقت، ممكن تاخد اسبوع 10 ايام وممكن تمشي على رجليها طبيعي تاني ان شاء الله بدون اي مشكله ان شاء الله بدون اي ادويه تاني. عادي لو حطيت دقيق مكان الذره ينفع ولا ايه؟ ينفع، ولكن المشكله ينفع مع البهايم مع البقر والجاموس، انما لان البقر بيلحس وبيحب الناعم مفيش مشكله، انما المشكله في الغنم ما بتحبش الناعم كتير. فلو هي امهات بتاكل في الصخر لان هي بتبقى بترعه وبتديها وجبه علف، فالدقيق 100% ممتاز هتاكل، ولكن لو غنم تسمين مش هتاكل علف ياما لانها ما بتحبش الدقيق، ما بتحبش العلف الناعم كتير، فممكن تحطه ولكن بنسبه يعني بنسبه 15-20% 25 هو يقبل كتحليل، يقبل حتى تحط 50-60% دقيق، ولكن المشكله ان هنا الطبيعه بتاعه العلف ما تقدرش تاكله الا لو كبست العلف صوابع، علف مكبوس اللي هو العلف المضغوط ده، اه مش هتفرق عادي تحط 50-60% دقيق مفيش اي مشكله. السلام عليكم، انا سعد لبرت، عندي عنز عشر في 4 شهور ولون اللبن ابيض ولسه ما تكونش السرسوب، ايه المشكله؟ والله سيبها، ما انا مش عارف انت كنت بتحلبها يعني ولا ايه بالظبط، هي ما نشفتش، ما مرتش بمرحله لو هي ما مرتش بمرحله الجفاف يبقى انت كده عملت لازم تسيبها تنشف، والمفروض ان انت كده اتاخرت، المفروض في الشهر الثالث تنشف المعزه لو انت بتحلبها، في الشهر الثالث يتم تجفيف اللبن من المعزه بحيث تديها فرصه شهرين تكون لبن السرسوب. فانت لو بتحلبها يعني المفروض ان مرت بمرحله الجفاف، مرحله الجفاف دي بيتحول اللبن للون الشفاف زي العسل، اللبن اللي في الضرع لما بينشف بيتحول حاجه زي العسل، زي العسل الابيض، يبدا بعد كده يصفر يصفر ويبدا يتفك، ويبقى الاول بيكون لزج خالص زي الصمغ بالظبط زي الشمع السايح، وبعد كده يبدا يتضر اللبن قبل الولاده ويبدا يظهر اللون الاصفر اللي هو لون السرسوب، ويبدا يتخفف واحده واحده لغايه ما تولد ويبقى كده السرسوب في الضرع. انما انت لو بتحلبها نشف المعزه بسرعه عشان ما تحلبهاش تاني عشان عشان
تديها فرصة تعمل لبن السرسوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش على التكرار، أنا وسام من السودان. عندنا في السودان المفاطيم عمرها 3 شهور وزن 18 كيلو ب 277 جنيه مصري. العلف بروتين 18% 2500 جنيه مصري. والبرسيم أنا مش عارف يا أخو أسامة، البرسيم عندكم سعره غريب ليه كده خالص؟ يعني أنت الأول كنت تكتب لي 10,000، مش عارف دلوقتي كتبت 4,166، سعره غالي جدا. إحنا عندنا أنضف دريس ب 3,100، يعني كل حاجة عندك أسعارها رخيصة إلا البرسيم. فكك من شيلوا البرسيم خالص من من الليستة، ما تستخدموش نهائي لو ده السعر بتاعه قصاد الأسعار دي. كيلو اللحم صافي 50 جنيه. هل العيد من تسمين مجدي؟ خروف عمره 3 شهور 18 كيلو ب 275 جنيه. وعلف بروتين 18 ب 2500 جنيه. طيب وكيلو اللحم الصافي 50 جنيه. هنفترض الخروف، هتجيب خروف وهتدخله 5 شهور دورة تسمين. كيلو العلف عندك ب 2 جنيه ونص، 2500 طن يعني كيلو ب 2 جنيه ونص. الكيلو ب 2 جنيه ونص، والخروف سعره 2277 جنيه. يبقى دخلت خروف وزنه 18 كيلو، هتدخله 5 شهور بمعدل متوسط زيادة في الشهر 6 كيلو، يعني 5 في 6 5 شهور في 6 كيلو في الشهر 30 كيلو، 30 و18 هنقوله حوالي 50 كيلو، الخروف هيطلع 50 كيلو. طيب انت شاريه ب 277 جنيه، بيصرف قد ايه في الخمس شهور اللي هما 5 شهور؟ 150 يوم. 150 يوم يعني هيصرف 150 كيلو علف مركز. في كامل كيلو في 2 جنيه ونص، 150 في 2 ونص هيديك حوالي 350 375 375. حط ال 25 جنيه ادوية يبقى 400، وحط 100 جنيه مادة ملقى غير البرسيم. البرسيم كده سعره خيالي عندكم، غير برسيم اي مادة، تبني فول، تبني فاصوليا، تبني برسيم لو تبني الربة يعني بعد ما تطلع منه التقاوي، تبني فاصوليا، اي تبني سمسم المتوفر عندك تاكل فيه بعد العلف المركز، حط لها 100 جنيه. تبقى حط له 100 جنيه يبقى الخروف صرف كده كام في الدورة؟ 500 جنيه، وسعره 275 هيبقى كده صرف 775 جنيه الخروف في الدورة اللي هي 5 شهور. طلع وزنه كام؟ طلع وزنه 50 كيلو. الخروف ال 50 كيلو بيصفي كام لحم؟ بيصفي 25 كيلو لحم. 25 كيلو لحم في 50 جنيه هيعمل لك 1250 جنيه. ده لو انت الجزار اللي هتذبحه وتبيعه. انا مش الجزار، ده انا هبيع للجزار. يبقى هتشيل للجزار 250 جنيه، ولو ان 250 جنيه مكسب يعتبر كبير للجزار يعني بالنسبة للأسعار دي، بالنسبة للأسعار دي ما يعادل 250 جنيه، ما تعادل 1200 1300 جنيه في الخروف عندنا في مصر. طبعا الجزارة ما يكسبش الكلام ده خالص في الخروف. إذا كسب 200 300 جنيه مصري وعلى سعر الخروف اللي هو المفطوم اللي هو 3 شهور ب 1600 ب 1700 بس، احنا بنقوله على المكتوب اللي انت ذكره بنقوله لك. فاحنا هنقوله 1250 جنيه الخروف 50 كيلو طالع لحم هتبيعه، شيل 250 للجزارة بالخروف، وقف 1000، شيل 200 جنيه للجزار، الخروف وقع عليك ب 1000، يبقى انت تبيع له الجزار ب 1050 جنيه. 1050 جنيه من قلنا 775 يعني 800 الا ربع، يعني 8 الا ربع، يبقى في 225 275 جنيه، يعني حوالي 300 جنيه مكسب في الخروف لمده 5 شهور. طبعا لو عملناها نسبه وتناسب، انت 5 شهور تعلف فيه تكسب 325 والجزار في ذبحه بس يكسب 200، لا طبعا ياما. المفروض معنا كده على الاسعار دي الجزار عندكم المفروض يكسب 100 جنيه كحد اقصى. الجزار المفروض يكسب 100 جنيه، يعني هو 50 كيلو صفى 25 كيلو لحم، يعني ب 1250 الجزار شيله 100، يبقى هو ب 1150 جنيه، يعني يطلع لك انت 150 وقلنا كم؟ و 225 150 350 حوالي 350 جنيه مكسبك ان شاء الله في الخروف، في حدود 350 جنيه في الدورة، يعني مجزية ان شاء الله. انتوا الاسعار عندكم رخيصة جدا 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 في المفاطيم، بس العلف سعره غالي شوية نسبة وتناسب بالمصر، يعني العلف سعره غالي شوية.
2500 ده نص السعر عندنا، انما اللحم اقل من نص السعر، اللحم يعتبر رخيص. العلف بس اللي يعتبر عندكم غالي نسبة وتناسب مع مصر والسودان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا اللي سألت المرة الماضية عن المعزة اللي اتحجر ضرعها، عملها البطل الحقن اللازمة لكن لم نجد مرها مليود في الجزائر، الا يوجد له بديل؟ وضرع المعزة مازال متحجر كتلة صلبة ولا يوجد حليب، وكذلك لا تقوم من مكانها الا قليلا طول الوقت جلسة. للأسف والله يا اخ حازم، هو لو الدكتور البطري حقن، انا مش عارف هو حقن ايه وعمل الحقن اللازمة، بس هي من كلامك ان مفيش اي تحسن. اول حاجة التهاب الضرع ده ما بيخفش من يوم وليلة، بياخد 4-5 ايام علاج مش من مرة واحدة، 4 أو 5 ايام علاج. مرهم يود، مرهم ضرع، في حاجة اسمها مرهم الضرع بيبقى مرسوم عليه ضرع البقرة، بيندهن بيد عندنا هنا في مرهم، بس هو اسمه مرهم ضرع. في من ضمن مكوناته اليود، هو مجموعة مركبات من ضمنها اليود، فممكن اي مرهم ضرع، مرهم لدهان الضرع عند التهاب الضرع من عند البيطري بيندهن بيه الضرع. وفي نفس الوقت ابرة البنسلين، الاتنين مهمين، مرهم اليود والبنسلين مهمين. 4 ايام مع بعض دهان وحق، دهان وحق، ان شاء الله بيرجع الضرع لطبيعته. قلت لك عاوز اشوف الحالة، ارجع للقناة، ادخل على القناة وشوف فيديو من حوالي سنتين تقريبا او سنة ونص، معزة حمرة كده وراها 2 جدي وربعية بيض، كانت لسه والدة تالت يوم او رابع يوم، وحصل لها كده في الضرع، اللبن سليم ما فيش فيه اي تغير في اللون، ما فيش فيه اي تجبنات، بس الضرع اصبح كتلة لحمية واحدة، كيس اللبن اختفى، اصبح ملحم كله بالكامل. العلاج مرهم اليود وإبرة البنسلين فقط لغير 4 ايام، خفت الحمد لله واصبحت 100%. فارجع للفيديو، في انا منزل 3 فيديوهات من 4 فيديوهات التهاب الضرع، دور على الفيديو اللي هو فيه معزة حمراء التهاب الضرع في الماعز بعد الولادة. اما من ناحية طبعا لو هي مش عارفة تقوم، طبعا حصل لها، ممكن يكون عندها نزيف داخلي بعد الولادة، نزيف في الرحم، ممكن يكون عندها التهاب في الرحم بعد الولادة، كل ده وارد الحصول بعد الولادة، كل ده بينظفه البنسلين، كل ده البنسلين بينظفه وينشف الرحم من جوه، لو في اي التهابات في اي نزيف ان شاء الله بيزبط الدنيا كلها جوه تمام التمام. فالبنسلين طالما بعد الولادة حصل مشكلة في المعزة بعد الولادة، يبقى احنا بنسلين 4 ايام على الاقل ورا بعض. جزاك الله خير من صدر الرحمن. ما المعايير التي نستطيع من خلالها ان نقيم فيما اذا كان الخروف متأسسا ام لا؟ والله انا ان شاء الله يعني هنوصف لك، ما فيش وصف يتقال افضل من الفيديو العملي، فانا منتظر والله، بس لازم يحضر العينتين، لازم الاثنين يكونوا موجودين، اللي متأسس واللي مش متأسس. والمتأسس نوعين، الخروف المتأسس نوعين، خروف لحم يعني معلوف وشبعان لبن وشبعان علف، فبيطلع خروف لحم مليان. وفي نوع تاني شبعان لبن بس ملاقيش علف بعد الفطام، ملاقاش علف، اشتغل على المراعي فكبر خشب فقط لا غير، عظم عريض وخشبه كويس ولكن وزن مفيش، ولكن حجمه كويس. اما اللي مش متاسس ده لا لبن ولا علف، ده بيطلع حجمه صغير وسنه كبير وقرونه قد كده ومفيش جسم ولا ظهر عريض، وساعات يبقى ظهره مقوص ومكرش، كل المواصفات الوحشه ده ما تاخدوش حتى ببلاش. لكن هنحاول نوضح لك النقط دي بفيديو عملي. نعجه ولدت ونفق مولودها وباقت المشيمه في داخل الرحم، حضر الطبيب البيطري وسحب كثيرا من الجزء الرفيع من المشيمه وانقطع، كيف يمكن التخلص من الجزء المتبقي في داخل الرحم بأسلم طريقة؟ والله يا المفروض بعد الولادة ما نزلتش المشيمة خلال 2-3-4، بتدي حاجة اسمها إبرة طل، إبرة طل، حقنة طل. الحقنة دي بتساعد في تنزيل المشيمة وفي نفس الوقت بتساعد في إضرار اللبن. عندنا في الزرايب بتاعة الجاموس في مصر هنا، لأن الجاموس عنيد شوية في الحليب بتاعه مش زي البقر،
في جاموس ما بيحنش غير بإبرة التحنين، ما بيحنش طبيعي، تقعد تحتها ما بتحنش، ما بترضاش تسيب نفسها، فبتحتاج إبرة تحنين، يقولوا عليها إبرة تحنين. إبرة التحنين دي هي إبرة الطلق، هي إبرة الطلق، هو هرمون اسمه والله نسيت اسمه الصراحة، أوكسيتوسين ده هو هرمون الطلق، ده بيساعد في نزول المشيمة، فالمفروض ان هي طالما تعثرت في نزول المشيمة طلعت معدة ساعتين ثلاثة أربعة بالكثير وما نزلتش المشيمة، تاخد على طول إبرة الطلق تساعد في نزول المشيمة وفي نفس الوقت تساعد في إضرار اللبن لو ما كانتش ضرت لبن بعد الولادة طبعا. أما إذا ما خرجش وبقى منها جزء فللأسف والله ما عنديش العلم، يعني هل هيمتص الرحم، هيتحجر داخل الرحم، الله أعلم في الجزء المتبقي، وانت تأخرت وسبته مش عارف بقى إيه اللي هيحصل فيه للأسف. في حالة عدم وجود المراعي بالنسبة للنعاج، أيهما أفضل، حبوب الشعير أم الشعير المستنبت؟ الشعير المستنبت هو نفسه القيمة الغذائية بتاعت الشعير بعد التكفيف فيما عدا بالشعير المستنبت بإضافة المية ليه وإنبات الجزء الأخضر بيصبح غني بالفيتامينات والأملاح، غني بعناصر كتير، وبيتحول النشا من السكريات المعقدة للسكريات البسيطة سهلة الهضم، فهو نوعا ما الشعير المستنبت حلو سهل الهضم، غني بالفيتامينات، غني بالأملاح. أنا حكيت غني بالبروتين دي شيلها على جنب، ده كلام فاضي، كلام دعاية وإعلان. الشعير الجاف نسبة بروتينه أحسن من الشعير المستنبت. فإحنا لكن هي في الأول والأخير دي مية المضافة لي مش أكتر. فالشعير المستنبت حلو زي ما قلت لك من ناحية إن مثلا المواليد الصغيرة ممكن تاكل فيه برضك، حاجة سهلة الهضم غنية بالفيتامينات والأملاح، فلو حب الأفضل لو ده متوفر وده متوفر شوية من ده وشوية من ده، لا شعير كله جاف ولا كله شعير مستنبت. عاوز حضرتك تعمل حلقة عن أحسن طرق التسويق، وشكرا لك. والله حاضر يا أخ سيد، نحاول نعمله فيديو كده إيه نوضحه فيه بإذن الله، ولو أن التسويق بيجيش غير بالعملي بس هنحاول نعمل فيديو نظري ليه إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بستعمل خلطة كيلو تشيش و200 كيلو جرام فول صويا، 30 جرام ملح، 10 جرام خميرة، 10 جرام بودرة، 10 جرام خميرة، يعني أنت معيدها مرتين ماشي، 30 جرام برميكس أرجو اللي فايدة. العلفة إن شاء الله تمام فيما عدا الإضافات بتاعتك كلها بكميات عالية جدا 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 يا أخ محمد جمعة. أنت حاطط 30 جرام ملح، يعني حاطط هو كيلو و200 جرام، كيلو و200 جرام هنعتبره ككيلو، يعني انت حاطط حوالي 20 جرام 20% ملح، حاطط 30 جرام يعني على 100 كيلو هتحط 330 كيلو، ايوه 10 جرام على الكيلو يعتبر 1%، قصدي حاطط 1%، حاطط 3% ملح، 3% ملح بمعنى على الطن هتحط 30 كيلو، 30 كيلو ملح، ودي كمية كبيرة جدا جدا جدا، 30 كيلو ملح على طن العلف ياما، وحاطط يعتبر 10، يعتبر اللي هو 10 جرام خميرة يعتبر 1% خميرة اللي هو 10 كيلو، 1% خميرة اللي هو 10 كيلو. طيب وكذلك بودرة البلاط نسبتها مقبولة، بودرة البلاط 10 جرام ده تمام، يعني ما تعادل 10 كيلو، او انت طبعا بما ان هو العلف بتاعتك كيلو 200 جرام يعني ما تعادل حوالي 8 كيلو 7 كيلو ونص على طن العلف، دي تمام باختصار عشان ما نشتتلكش. وطبعا والبريميكس 30 جرام يعني حاطط ما يعادل 30 كيلو بريميكس، كمية عالية جدا، كيس البريميكس 3 كيلو بتحط على طن، انت كده ما تعادل حاطط 10 كياس بريميكس، ما تعادل 10 كياس او 8 كياس لانك انت حاطط كيلو 200 جرام ماشي على العموم عشان مش بالدقة يعني بنحسبها لك، بس بنحسب لك تقريبي النسب بتاعتك عالية فيما عدا بودرة البلاط بس زي ما هي تمام. الملح لو حطيت
اخرك 10 جرام ده على الكيلو 200 جرام دي، اخرك 10 جرام في الملح. الخميرة 10 جرام مش وحشة، يعني بمعدل 10 كيلو على الطن ما فيش منها اي مشكلة. الخميرة تعتبر يعني 10 كيلو تمام، بس احنا بنبص للتكلفة. لو حالة الغنم بتاعتك جعانة ضعيفة هزيلة، حط 10 جرام خميرة ما فيش مشكلة. لا والله النشاط والتمام والصحة تمام وكل حاجة تمام، يبقى ترجع للحد الادنى بتاعك بحيث اني ما يبقاش مصاريف زيادة، يعني ممكن تستكفي ب 2 جرام 3 جرام خميرة. طبعا انا مش عارف انت هتحط الاوزان دي ازاي، الجرامات دي ازاي على الكمية دي، يعني معاك ميزان حساس بتوزن بيه، ما صعب توزن في الاخير 2 3 جرام على كيلو 200 جرام، معنى كده ان انت بتحط 2 3 كيلو على الطن خميرة. وبودرة البلاط 10 جرام برضك، انا مش عارف هتحسبها ازاي. المهم يفضل انك تعمل كميات اكبر عشان حتى لو حبيت توزن بدقة تعرف توزن على اي ميزان، 20 جرام 30 جرام. الميزان دقته 5 جرام الميزان العادي، يعني ممكن تكون انت وزن 10 جرام هي 7 جرام ونص 8 جرام، ممكن تكون هي 12 جرام، ال 10 جرام اللي ظهرها لك دي 8 جرام لحد 12 جرام هتظهر 10 جرام. المهم والبريميكس، كيس بريميكس 3 كيلو على الطن، يعني على الكيلو وال 200 جرام اللي انت عاملهم دول يتحط يتحط قد ايه؟ قلنا 300 جرام على 100 كيلو، يعني يعتبر 3 جرام، 3 جرام بريميكس على الكمية اللي انت حاططها دي، او 4 جرام 5 جرام كحد اقصى. الاضافات بتاعتك العلفة كمكونات كعناصر تمام، لكن كاضافات لا مش تمام. ان شاء الله تكون وضحت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل ابرة الاستروميت لها اثار جانبية لو النعجة فاضية؟ لا طبعا، هو ما بيتاخدش الاستروميت الا والنعجة فاضية. النعجة لو فيها عشر، حتى لو عشر صغير هتسقط. الخوف من حقن ابرة الاستروميت ان النعجة تكون عشر، لو النعجة عشر حتى لو اسبوعين ثلاثة ولا شهر ولا شهرين ولا ثلاثة هتسقط. فلازم ما تتاخدش هرمون الاستروميت غير وانت متأكد منه المية ان النعجة فاضية. وهرمون الاستروميت عشان خاطر النعجة تصرف، يعني تطلب عشار، تطلب الذكر. لو اعطينا الاغنام صنف واحد بنسبة 15% مثلا مثل النخيل على الله وأصار، طبعا الغنم مش هتاكل فيها ياما، رقم واحد. رقم اتنين، النخيل الوحدية لا تصلح كعلفة لانها فيها نسبة الياف، فيها نسبة بروتين، يعني ها مقبولة ولكن فقيرة في النشويات، فقيرة في النشويات. والغنم ما بتحبش بطبيعة الحال في التسمين، ما بتحبش بطبيعة الحال العلفة الناعمة، كلها ناعمة كده ما بتحبهاش، تحب العلفة الخشنة. فعلى الأقل تضيف على النخالة ذرة، 50% نخالة 50% ذرة، ده لو الغنم قبلت عليها وكلتها كويس، يعني النخالة 50% تعتبر كتير كتير عليها، بس دي أقل حاجة، دي أكتر حاجة تعتبر تحطها يعني. السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي نعجة حلابة وبحاول إبعاد الأيفوماك عنها وقت الحلب، هل توجد ضرر من إبرة الأيفوماك على البشر حين استهلاك الحليب؟ هو أي دواء عموما بيكون ليه فترة سحب من اللحم ومن الحليب، وأنا للأسف لا أذكر فترة السحب من الحليب في الأيفوماك. هي في اللحم بتبقى حوالي 28 يوم أو شهر، في اللحم إبرة الأيفوماك حوالي شهر، ولكن في اللبن والله مش فاكر فترة السحب من اللبن قد ايه. ولكن للأمان انه يفضل انك ترضعها لأي عجل، ترضعها انت هي نعجة، ترضعها لأي خروق، يعني تخلي ابنها يرضعها اذا كنت بتحلبها، اذا كان في اي حاجة بترضع تخليها ترضع في فترة السحب على الاقل 3 4 ايام اسبوع. فترة السحب من اللبن بتكون اقل من اللحم طبعا، يعني على الاقل كده فوتها 3 4 ايام 5 ايام اسبوع، حتى بحيث لو انت بتبيع تبقى انت بعدت عن الحرمانية، بس بحيث لو انت بتبيع يبقى المال اللي انت خلك مال حلال ما يكونش فيه اي مشاكل. ولو انت بتشرب برضك اهو تجنبا 3 4 ايام كده من ابرة الايفوماك، وبعد كده اشرب براحتك ان شاء الله، ده على الاقل يعني، او بيكون اعلى تركيز طبعا في الايام الاولانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسبة بروتين في العيش كام؟ نسبة بروتين في العيش، العيش يختلف، عيش طري عيش ناشف، أول حاجة لازم نعتبره عيش جاف ناشف حمصان،
دي رقم واحد. رقم اثنين نوعه، في عيش ابيض في عيش اسمر. ثالث شيء في حاجة اسمها حلويات، مخبوزات بيبقى فيها عجوة، بيبقى فيها سكريات، بيبقى فيها عسل متقلها. فيعني عموما المتوسط في العيش البلدي بتاعنا في حدود 7-8% كده نسبة البروتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، الايفوماك له تأثير على الغنم اللي بترضع، والمفروض الايفوماك للخرفان او العجول يتكرر كل فترة قد ايه في طول فترة التسمين؟ ولو سمحت سؤال تاني، هي الخرفان الصغيرة تاخد ديكال حتى لو مش ظاهر عليها اعراض نقص كالسيوم الوقاية؟ اول حاجة، الايفوماك له تأثير على الغنم اللي بترضع؟ لا ان شاء الله ملوش اي تأثير، انا بحقن عادي والغنم اللي بترضع بيحصلهاش اي مشاكل ان شاء الله، ما فيش اي مشكلة ان شاء الله. الايفوماك للخرفان او العجول يتكرر كل فترة قد ايه؟ الايفوماك للغنم والعجول في التسمين بتاخد جرعة تتعاد بعد 20 يوم او 15 يوم تتعاد، وبعد كده لو دورة التسمين بتاعتك 4 شهور 5 شهور ما بتعيدوش تاني. يعني انت لو دورتك مدخل غنم او عجول 5 شهور، بتدخل غنم بتحقنها جرعة ايفوماك، بعدها ب15 او 20 يوم بتعيد الجرعة تاني، بعد كده خلاص لغاية ما تبيع الغنم او العجول مفيش حقن تاني ايفوماك خلاص. اما لو العجول هتقعد سنة، يبقى ممكن جرعة في البداية وبتعيدها بعد 15 يوم، وبعد كده ممكن بعد 4 شهور أو 5 شهور تدي جرعة كمان. سلامي وتحياتي حضرتك، الله يبارك فيك. أقصى كمية علف الخروف 3% مركز، 1% مادة ملأتب، مش قليل؟ لا إن شاء الله مش قليل، مع تذكر الشرط مع 3%، 3% وتسكت فقط؟ لا، 3% في الخروف بيأكل من وزنه، 3% مركز بروتين لا يقل عن 16%، 16-18%. لأن أنت لو عملت علفة 10%-11% هتلاقي الخروف وتحسب له هتلاقي بيأكل أكتر من 3%، بيأكل في حدود 3.5 وقد يصل ل4%. ليه؟ لأن البروتين واطي، هو محتاج بروتين أكتر فبيأكل كمية أكبر عشان يعوض نقص البروتين اللي في العلفة. لكن 3% في اليوم مركز بنسبة بروتين لا تقل عن 16%، يعني انت لو بتأكل قمح فقط او شعير فقط، عرب كتير بيأكلوا، معروف عرب السعودية والخليج وليبيا، وفي جزء من عرب مطروح عندنا بيأكلوا الشعير بس، وجزء التاني من عرب مطروح عندنا بيأكلوا قمح بس، ده قمح بس او شعير بس، نسبة بروتين لا تتجاوز ال 12%. يبقى تلاقي الخروف لو هتحسب له تلاقيه بيأكل اكتر من 3% في حدود 3.5%، وممكن يقرب على 4% في اليوم. فده نتيجة لنقص البروتين عن النسبة اللي انا بقولك عليها، 3% معناها معاها بروتين ما يقلش عن 16%، 1% مادة ملأ. طبعا لما يأكل 3% بروتين 16% هتلاقي طبيعي المادة الملأة ما بيقبلش عليها ياما، لان هو شبعان علف، بس بيأكل جزء يساعده في الهضم فقط لا غير. لو سمعت لسه عندي جدي اخد حقن عضل ومش عارف يدوس على رجليه، هل في حاجة اعملها عشان يقدر يمشي عليها؟ ولك كل الشكر والتقدير يا اخ احمد. تقريبا انت اتصلت عليه النهاردة، ايوة انت اتصلت عليه تقريبا وقلت لي اخد ابرة، على العموم لو ممكن مش انت تشابه. لو الابرة العضل مكانها ورم جامد ممكن تديله مضاد التهاب، لكن انا اللي اتصل عليا كان بيقول ان هو حقنه مضاد التهاب اللي عملت الورم ده، فانا مش عارف اقول لهم مش انت. لو هي الحقنه مضاد حيوي مثلا وعملت ورمت، ممكن تدي حاجه اسمها مضاد التهاب، مضاد التهابات زي الدكساميسازون او الديكلوفين، بس الراجل اللي اتصل عليا كان ادى ديكلوفين مع دكساميسازون. المهم عشان بس ما نكونش من ما يعني ما نسيبش إعادة سؤال تاني مرة تانية، يعني يطلع راجل مش هو تشابه أسئلة بس. فأنت الخروف ممكن تسيبه بدون أي حقن، بدون أي حاجة، بدون ما تديله أي حاجة في خلال 3-4 أيام. لو الإبرة جت قريبة من عصب أو جت قريبة من عظم أو خبطت في العظم ألماه شوية، وبعد كده بتاخد 3-4 أيام ويبدأ ينزلها ويمشي عليها طبيعي بدون أي إبر، بدون أي أدوية تاني. أما لو ورمت زيادة عن اللزوم، فأنا زي ما قلت لك ممكن تدي مضاد حساسية أو مضاد التهابات زي الديكلوفين. الديكلوفين كويس على فكرة، بيسكن الوجع كمان، مسكن ومضاد التهابات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك، أهلا وسهلا بيك. لو سمحت، كم نسبة بروتين في تبن الفاصوليا؟ والله يا جماعة الأتبان ما فيش تحليل، لأن أصلا تختلف التبن من نوع لنوع، ويعني من محصول لمحصول ومن أرض لأرض بيختلف ياما،
حتى الحب نفسها تتغلب، بس التبن بالذات صعب تحلله، تعاوز شكارة تفرمها بالكامل وتقلبها كويس عشان تاخد منها عينة وتروح تحللها. ما ينفعش تاخد عينة كده بكبشة ايد بايدك وتروح تحللها، تعاوز تفرم شوال وتفرمه فرم ناعم وتقلبه كويس وبعضيه وتاخد منه عينة تروح تحلل أصلاً. ولكن في ناس بتعتمد عليه فقط لغير على تبن الفاصوليا. عندي واحد صاحب يأكل والصراحة بتحول معاه النعاج، مش بتحولش، بس أنا لما حسبتها له النعاج كانت بتصرف 6 جنيه في اليوم، يعني لو أكلها علف مركز كان برضك ممكن تصرف أقل من كده، لو أكلها أعلاف كانت ممكن تصرف زي كده أو أقل، وهتدي نفس معدل التحويل. فأصبح أنه يعني قد يكون تبن الفاصوليا في يعني كويس ممكن يستخدم لوحده، لأنه بيقول لي ما بأكلش غير تبن فاصوليا ومرعى فقط لا غير. فكام تبن الفاصوليا؟ والله الله أعلم النسبة فيه كام، بس يعني بتروح إذا كان في نسبة. أنا اللي خلاني أرجع أعيد فيه تبن الفاصوليا إن صاحبي ده استخدم تبن الفاصوليا فقط، ويعني بيقول لي الغنم والله يعني ما شاء الله تغيرت تغيير كبير، كان جايب كمية هو وكان جايب رخيصة بجنيه ونص، الناقة كانت بتاكل 4 كيلو تبن فاصوليا في اليوم يعني بستة جنيه، ستة جنيه ياما. بس على العموم هو عندنا عرب كتير بيستخدموه أساسي عندهم، فهو كويس مش وحش. وقال تعادل نسبة بروتين في البرسيم الأخضر أو الدريس الحجازي؟ لا إن شاء الله هي ما توصلش أبدا للدريس الحجازي إن شاء الله. أما البرسيم الأخضر ده كله ماء، ما بيتحسبش نسبة بروتين. نسبة بروتين في البرسيم الأخضر تتجاوزش 4-5، ما تتجاوزش 4% على حسب نسبة الرطوبة، 4 أو 5%. وهل تجريع الغنم العشر جديد الأملاح والفيتامينات يؤثر على عدم مسكن النعجة العشر؟ لا طبعا، ده بالعكس، النعجة بتبقى محتاجة الفيتامينات والأملاح والمقويات دي كلها لثبات العشر مش تنزل العشر. وعلى العموم انا بقيت اضيف البرميكس على العلف دلوقتي، اسف لا مفيش اي مشكله، بالعكس البرميكس ممتاز عشان تحافظ على نشاط وشهيه وحيويه الامهات. بارك الله فيك، هل ينفع حبوب القمح بدل الذره في علاقه المعز الحلوب؟ اكيد طبعا ينفع القمح بدل الذره، والقمح احسن من الذره بكتير. القمح ممكن تاكله لوحده، الذره ما ينفعش تاكلها لوحديها. وشكرا. عندنا في المغرب يقولون حبوب القمح بتنتفخ في بطن المعز. كل الحبوب بتنتفخ، القمح، الشعير، الذرة، لازم ما بتشرب المياه حجمها بيتضاعف بتكبر. ولكن أحب أقول لك يا أخ مراد إن عندنا هنا في مصر، بكلمك عن تجارب عملية، عندنا هنا في مصر في عرب مطروح ما بيعلفوش الغنم، العلف بتاعهم غلة فقط اللي هو القمح، حبوب قمح فقط مع المرعى، حبوب قمح ودريس او بيرع، اللي ما عندوش دريس بيرع، حبوب قمح ومرعى فقط لا غير. والغنم ما شاء الله بتدي لحم 100 100 100 100، فيش فيها اي مشكله، فيما عدا طبعا النقط اللي عندي ان التعقيب اللي عندي على حبوب القمح انه بياكل كميات كبيره اكبر من 3% نظرا لخفض نسبه البروتين، لانخفاض نسبه البروتين في القمح مقارنه بالعلف المركز. يعني انت لو عملت علف مركز 16% 17% الخروف ما بيقدرش ياكل في اليوم اكتر من 3% من وزنه. اما القمح انا عن تجربه جربته كل معايا اكتر من 3%، اكل 3.5 ودخل على 4.25% في اليوم، ومعدل التحويل كان في العلف 16% احسن من معدل التحويل في القمح. بس العرب ما بيحسبوش الخروف كل قد ايه وحول قد ايه، هو بياكل وبيحول اخر الدورة، لا الخروف سمين وخلاص، كبر في كام شهر، ادى كام كيلو في الشهر، صرف قد ايه، ما بيحسبش. ولكن انا بقول لك اكل حبوب قمح مفيش اي مشكلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة ورحمة الله وبركاته. هل حقن الايفوماك بلس في العضل؟ طبعا نرجع للاخ مراد الاول، بس طبعا هنا القمح والذرة، طبعا القمح افضل بالصيغة المطلقة، اما هنا بيتحدد السعر، فحاليا الذرة رفعت سعرها جامد جدا بسبب الإيقاف التصدير تقريبا، مش عارف من بلد أني أوكرانيا ولا منين. ففي الحالة دي أصبح القمح سعره أرخص من الذرة. طبعا في الحالة دي ما بستخدمش ذرة نهائي. إمتى استخدم الذرة؟ لما تكون الذرة مثلا في مصر عندنا بتوصل 3.25 جنيه والقمح 4.5 جنيه. في الحالة دي لا بستخدم ذرة بدل القمح، فرق نسبة البروتين بسيط ولكن فرق السعر بيكون جامد. أما إذا تساووا في السعر أو أصبحوا قريبين من بعض، القمح أفضل مليون مرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. هل حقن الايفوماك بلس في العضل مضر؟ عشان الدكتور البيطري قال لي ان عليه
محفز نمو وبيتحقن في العضل. والله ايفوماك بلس ما عنديش علم، انا اعرف الايفوماك السوبر، لكن الايفوماك بلس ده ايه المضاف عليه الله اعلم. ولكن اذا كان قال لك الدكتور البيطري بيتحقن في العضل فهو ادرى طبعا، لان انا ما اعرفش الايفوماك بلس، انا اعرف الايفوماك العادي والايفوماك السوبر، لكن الايفوماك بلس حاجه جديده منزلينها ضايفين حاجه على الايفوماك. واذا كان كلام الدكتور مضايفين عليه محفز نمو وبيتحقن عضل فمفيش مشكله. في حاجه اسمها ديكتوماكس شبيه الايفوماك السوبر، شبيه الايفوماك بس مش نفس مفعول الايفوماك السوبر، في نفس مفعول الايفوماك السوبر ولكن ناقصه الديدان الكبدي بيتحقن معاه فاشيوليت او فاشيولار. الديكتوماكس بيتحقن عضل عادي مفيش منه اي مشكله. الايفوماك السوبر والعادي بيتحقن تحت الجلد، بس في ناس بتقول لي عملي بيقول لي والله بنحقنه عضل وبيجيب نتيجه كويسه، فانا بقول لك اما حقنوا عضل واشتغل معاهم فما فيش مشكله، يعني ممكن يكون بيتحقن عضل وبيجيب نتيجه عادي جدا. ولكن طالما الدكتور بيقول لك بيتحقن عضل فما فيش مشكله. الفرق بين الحقن عضل والحقن تحت الجلد سرعه الامتصاص، في ادويه سرعه امتصاصها ضروري تكون بطيئه فبالتالي بتحين تحت الجلد عشان سرعه الامتصاص تكون زي التحصينات كلها بتحين تحت الجلد، تحسبا ان ما يحصلش ورم او يحصل التهاب جامد في مكان العضله بسبب ابره التحصين. وكذلك الايفوماك، ولكن قد يكون الايفوماك اللي بيستخدمه مصري ضعيف فبتحينه عضل ما فيش منه اي مشكله، بتكلم على الايفوماك العادي والصور. اما اذا كان الدكتور قال لك الايفوماك بلس بتحين عضل فبتحين عضل ما فيش مشكله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تاخر نزول السلع والمشيمه بعد الولاده وعلاجه، دي انا ذكرته من شويه، تحقن بعد ثلاث من شويه ذكرته، المعزه ولدت او النعجه ولدت وما نزلتش المشيمه ساعتين ثلاثه اربعه تحقن حقن الطلق ابره الطلق، دي بتساعد اللي هو هرمون اسمه اوكسيتوسين، ده هرمون بيساعد في الولاده إذا كانت بتعصر ولادة، أما إذا كانت ولدت ونزلتش المشيمة يساعد في تنزيل المشيمة ويساعد في إضرار اللبن. تأخر نزول المشيمة تحقن هرمون أوكسيتوسين. وأنا عندي معزة بتموت بعد الولادة هي ومولودها، وبتكون صحيحة قبل الولادة ورغم نزول السلة حقها، السبب ليس هناك أعراض مرض. في الحالة دي ممكن يكون تعصر ولادة، تكون هي حامل أو عشر في مولود كبير، مولود كبير وتأخر في بطنها، انت بتقول بتنزله بتموت بعد ولادة هي ومولودها، يعني بتنزله ميت، فممكن تكون اتأخرت قاعد يعني محاولات الولادة طولت، أخدت يوم وهي بتحاول تولد فيه مش عارفة تولد فيه، مات في بطنها نزل ميته الصبح ولغايه بالليل ولا مش عارفه تولده، عمل لها تسممات وجت تولد ولدته متاخر هو مات، وممكن عمل لها تسممات في جسمها بينزل ميت وهي تموت وراه، او من كتر الدفع من كتر الحزق بالمصري وهي بتولد يكون حصل نزيف داخل في الرحم، نزيف داخل بعد الولاده حصل لها نزيف نزفت كتير ماتت. فكل دي أعراض واردة بعد الولادة، إما يكون في حصل لها تسمم الجنين مات في بطنها عملها تسمم وبعد كده نزلته، إما تكون نتيجة الدفع والحزق كتير حصل تمزق في جدار الرحم عمل نزيف داخلي سبب لها طبعا نزيف داخلي نقص الدم والتهابات داخلية ماتت تخدش يوم وبتموت. فكل دي أعراض واردة. فلو هي ولدت طبيعي ونزل سليم وقعدت كم سنة تاني يوم، ففي الحالة دي ممكن يكون عندها نزيف داخلي، في الحالة دي ممكن تحقن بنسلين أو عندها التهابات ما بعد الولادة، ممكن تحقن بنسلين 3 أيام 4 أيام بعد الولادة. حضرتك أنا عندي نعجة بلدي ومعاها ابنها ذكر عنده 15 يوم، أولا السرة بتاعته لسه ما نزلتش مفيش أي مشكلة عادي، ثانيا حجمه ضعيف لان لبن الام قليل، عايز اعرف ابدا ازاي في المشروع ده لاني قدامي حاجات كتير صغيره عمر 3 شهور اشتري ولا اجيب حاجه عمرها اكبر، وبعدين الام حجمها ضعيف برضو اعلفها ايه ويكون سعر العلف بسيط مش مبالغ فيه.
نعم يا بلدي، معاها ابنها ذكر عنده 15 يوم، الصورة بتاعته لسه ما نزلتش، دي مفيش منه مشكلة، حجمه ضعيف لأن لبن الأم قليل. أخ حسين ارجع لفيديو ماذا تحتاج الأمهات للتغذية عشان تعرف تلاقي لبن وتلاقي المولود نازل مظبوط. ارجع للفيديو ماذا تحتاج الأمهات إلى التغذية، وأبدأ إزاي في المشروع ده. لو عايز تقصد الأمهات، يبقى راجع فيديو الطريقة الصحيحة لبداية مشروع الأمهات لإنتاج المواليد. قدامي حاجات كتير صغيرة عمر 3 شهور، اشتري ولا اجيب حاجة عمرها اكبر؟ لو في خبرة 3 شهور ده يعتبر كبير، انت ازاي بتقول 3 شهور صغير؟ 3 شهور ده المفروض بياكل، اعتمد على الاكل خلاص، اتفطم. 3 شهور ده عمر الفطام مش صغير، 3 شهور ده عمر، ان الصغير اللي هو عمره شهر ونص شهرين ده اللي محتاج خبرة ورعاية. 3 شهور المفروض وزنه لا يقل عن 20 كيلو، المفروض وزنه لا يقل عن 20 كيلو، 18 كيلو كحد ادنى. 3 شهور اقل من كده ما تجيبوش حتى لو ببلاش. لو 3 شهور وتلاقي وزنه 10 كيلو ولا 11 كيلو ولا... لا ده فكك منه احسن. طبعا هننهي دلوقتي كده، احنا كده خلاص. وبعدين ام حجمها ضعيف برضو، اعلفها ايه ويكون سعر العلف بسيط. دي برضك راجع بالنسبة للامهات، ارجع لفيديو الطريقة الصحيحة لبداية مشروع الامهات متى تحتاج الامهات للتغذية. الفيديوهين دول ان شاء الله هاي الفيديوهين الثلاث فيديوهات اللي ذكرتهم لك دلوقتي هتوصلك المعلومة بالتفصيل ان شاء الله لسؤالك بالكامل. فنها طبعا ما تنساش لو عجبك الفيديو الاشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد ومفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.